اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم شيت شات ستات. اهلا يا امان. اهلا بيكي يا امل، واهلا بيكم حبايبنا الجمهور. وتعالي بقى نشوف الحلقه بتاعتنا كامله دي عن ايه. الحلقه النهارده عن الحمى، ودايما متجذر في الموروث الثقافي بتاعنا ان الحمى دي ست شريره ومتسلطه وجباره. حتى الدراما لما حبت تعرضها بشكل كوميدي برضو صورتها انها ست متسلطه وجباره، وده اللي بيخلينا نسأل، هو كيد الحمى ده حقيقة ولا في شيء من المبالغة؟ وعايزين نناقش المشاكل اللي بيتعرض ليها الحمى مع مرات الابن أو زوج البنت، والأسباب بتاعتها، حتى نعرف ايه الحلول اللي ممكن تحل المشكلة دي بشكل عملي ويخلي فيه استقرار في بيوتنا، ما يبقاش فيه مشاكل ما بتنتهيش. طبعا احنا يعني قبل ما نبدأ كمان نتكلم عن الحلقة بتاعتنا، في جالي كده خبر طازة يعني على الصبح لما الناس عرفت ان احنا نتكلم عن الحموات وكده. هي ان الخبر بيقول ان في حما يعني كانت حاولت انها تقتل جوز بنتها بالسكينة. يعني طبعا المشاكل بقى واضح انها يعني ممكن توصل لحد لا يطاق، ان توصل لجريمة قتل. احنا عايزين بس نقول يعني بخصوص الموقف بتاع الحموات، فكرة ان احنا لما بندخل بيت جديد طبعا بنبقى داخلين البيت واحنا بنين امال وطموحات كتيرة قوي، السعادة بقى الزوجية والحياة البرفكت اللي مفيهاش غلطة، ولكن مفيش حاجة في الدنيا مفيهاش غلطة، فلازم نتقبل الكونسبت ده او المفهوم ده الاول. كمان في يعني ان انا لازم افرض على نفسي او افهم نفسي ان انا لما هدخل بيت لازم هتعامل مع كل الناس اللي فيه. يعني انا ما بتجوزش جوزي لوحده، ده انا لازم هكون داخله، وطبعا الراجل برضو ما بيتجوزش البنت لوحدها، بيبقى داخل وهو في باله ان هو داخل على بيت وعيله لازم يوطد علاقته بيهم لان هم عيله النسب بتاعه، او العكس انت كمان عيله الزوج سواء الام او بقيه افراد الاسره لازم نوطد علاقتنا بيهم. بصراحه بقى يعني في الموقف ده ساعات كده الرجاله بتصعب عليا جدا، بيجي لها الضغط والسكر وكل حاجه ممكن تحصل بسبب فكره الشكاوي الكتير اللي ممكن تكون من الطرفين. يعني هو عمال يتشد من الجنبين والناس مش حاسه بيه، وساعات تانيه بيبقى الراجل هو اللي فعلا السبب. طيب احنا بقى يعني بنلاقي ان برضو نتيجه لده ممكن يحصل ان الاولاد نفسهم بيطلعوا بشكل غير سوي، وبيطلعوا شايلين صفات مش كويسه نتيجه لصراعات شافوها او ردود افعال مش كويسه حصلت ما بين الطرفين، وبالتالي بيأثر على الولاد كمان لما يكبروا. تعالوا نشوف الاسباب، وانا هكلمكم على اول سبب. يعني بصراحه يعني استشرت كده حد من الناس المتخصصه وقال لي سبب حلو قوي، انا لما سمعته حسيت ان ده يعني سبب في مشاكلنا في كل حاجه مش بس في الموقف ده، وهو فكره ان احنا عندنا مشكله في الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن او طريقه التواصل تفرق كتير جدا ما بين التعامل الناس وبعضهم. ساعات كتير قوي احنا الاتنين نيتنا كويسه، يعني لا انا ابقى وحشه ولا حماتي وحشه، ولكن بيوصل مننا اشارات معينه تبين عكس الحاجه اللي احنا قصدينها. ده كده واحد من الاسباب. في بقى اسباب تانية. يعني في سبب مثلا ان الام، بعض الامهات بتبقى متعلقه بزياده باولادها، يعني بتبقى هي شايفه ان هي اللي ربت وهي اللي سهرت وهي اللي كبرت واكلت وشربت، وبعدين جه حد كده فجاه خدهم ومشي، فحته ان هي ان تشوف ولادها كبروا وبيستقلوا وبيمشوا من قدامها بتسأل نفسها هو انا ايه، خلاص دوري خلص؟ لا، ده انا ماما برضو ولازم يبقى ليا دور، وتفضل تحاول تثبت وجودها في حياتهم وتبدأ تنغص عليهم حياتهم في انها تتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وبتعمل فيها دور الحامي. يعني انا اللي هحميك من الشريك ده هيعمل فيك وهيعمل، لا انا المفروض اقوم بدوري ان انا احميك زي ما كنت بعمل وانت صغير. ودي بتعمل مشاكل كتير جدا، ما بتبقاش متفهمة ان هم خلاص كبروا ويقدروا يحلوا مشاكلهم بمفردهم. في اسباب تانية طبعا، لان في برضو من ضمن الاسباب انه بيبقى في اصلا تحفز من الطرفين. زي ما قالت امل في بداية الحلقة، احنا اتكون عندنا كونسبت معين او مفهوم معين في المجتمع على علاقة الحما بزوجة الابن، والعكس علاقة زوجة الابن بالحما. فنلاقي مثلا ان انا داخلة كزوجة ابن عارفة ان حماتي دي حماتي، يعني مهما عملت هي مش هتكون زي ماما.
فأي كلمة هتطلع منها أي حاجة هتتفهم بطريقة غلط. نفس الحكاية برضو زوج البنت، عارف إن حماته دي قاعدة كده فوق راسه، أي غلطة هيعملها يعني مش هتسكت له. القصة برضو بتبقى موجودة عند الحما، هي داخلة بتقول مستحيل بنت يعني مرات ابني تبقى عاملة زي بنتي، مستحيل يكون عندها نفس النوايا من ناحيتي او تعاملني كويس، حتى شوفي لو انا رحت مش عارفة لمين هتعاملني ازاي، ولو رحت لبنتي هتقعدني ازاي وهتتعامل معايا ازاي. الكونسبت ده كله او المفهوم ده بيبقى موجود في بالنا في العقل الباطن، وساعات كمان من تأثير الناس اللي حوالينا من غير ما نبدأ أصلا العلاقة، ودي من الحاجات برضو اللي بتكون سبب في إنها تسيء العلاقة. أي تصرف باخده من هنا أو من هنا من الطرفين بنلاقي إنه في الآخر بيتفسر غلط، حتى لو هو في القصد نيته سليمة. في سبب تاني احيانا بقى ان بعض الامهات او الحموات بيبقوا وهم لسه زوجات صغيرين كده بيبقوا تعرضوا للتسلط من حمواتهم قبل كده، فبيبقوا حاطينها كده في العقل الباطن جواهم ومش قادرين طبعا يقولوها او يتصرفوا معاها لان هم شايفينها اكبر منهم سنا وبيحترموا السن ده. فلما تيجي بقى تكبر وتبقى هي الحما بتبقى عايزه تطلع النيجاتيف انرجي او الطاقه السلبيه اللي كانت شايلاها طول السنين دي على الطرف الاضعف اللي هي سواء زوج البنت او مرات الابن، ويفضل بقى كل كلمه تقولها مرات الابن تتحول لصراع، لا اصل انت قصدك، اصلك انت مش عارف ايه، انت عايزه داخله العيله عشان تعملي مشاكل، وتبقى العمليه مش سلسه اطلاقا، برغم ان هي لو خدت الموضوع ببساطه الدنيا هتبقى اكثر هدوءا يعني. تمام. وفي طبعا سبب تاني، وهو ان انا بتعمد وقت المشاكل بتعمد الكبر، يعني انا لا انا استكبر ان انا اروح ابدا بالمصالحه، او عندي فكره انه لا انا متعمده ان انا اخد موقف ويبقى عندي عند شديد، سواء كانت الحما او سواء كانت البنت او زوجة الابن او زوج البنت. فتلاقي ان بالعند ده احنا في الاخر مش هنوصل غير لنزاع مستمر، ومش هنوصل لفكرة التسامح الداخلي او الصفاء الداخلي اللي بيخلينا في الاخر حياتنا تكون افضل للطرفين واحنا نعيش في سلام داخلي طول الوقت. دي كده يعني مجموعة من الاسباب. هل في سبب تاني؟ يعني الخلاف بتاع الطباع زي ما انت قلتي كده، احنا كبشر بنختلف مع اهالينا، يعني انا ممكن اتخانق مع ماما وبتخانق مع اختي في البيت رغم ان احنا في بيت واحد ومتربيين مع بعض، لكن الطباع بتختلف، فما بال بقى لما تبقى مع حد لسه بتعرف عليه جديد او لسه بعمل معاه اسره جديده، لازم هيحصل كلاشات ما بيننا نظرا للطباع المختلفه دي. احنا بقى نحاول بقدر الامكان نماين في التعامل، ما يبقاش دايما انا واخده رايي ومتصلبه ولازم رايي هو اللي يمشي على الكل، فياريت يبقى في مرونه شويه في التعامل يعني. تمام. بصوا بقى، في دراسه عملتها ست كده الدكتوره محترمه اسمها تيري ابتر، يعني اجانب كمان مش في مصر وبس. الدراسه دي عملتها في الاخر لخصتها في عنوان كتاب اسمه What Does She Want From Me؟ يعني هي عايزة مني ايه؟ اوكي؟ طبعا هي تقصد مين؟ الحما في الحالة دي. فالدراسة خلصت لكده مجموعة نقاط هنقولها بسرعة علشان نعرف برضو يعني لما بيكون الموضوع ناتج عن دراسة انها مش شكوى بس كده مجتمعية عادية، لا ده كمان في دراسات اتعملت واثبتت انها مشكلة وموجودة. قالت الدراسة ان في ربع من السيدات اللي هي عملت عليهم الدراسة اثبتوا ان قادرين ان هم يتوافقوا مع حماتهم ويعيشوا حياه كويسه، ربع. طيب في ايه كمان؟ تلتين من ستات عمالين يشتكوا بان في مشاكل. طيب في ايه كمان؟ كانت معظم المشاكل عباره عن تدخلات كده، الحما تقول تعليق على حاجه عملتها مرات الابن، رمت كلمه، قالت مثلا انت المفروض مثلا، تعليق على تربيه الولاد، تعليق على طريقه الطبخ، تعليق على حاجات زي النظافه، كل دي حاجات كانت من ضمن التعليقات اللي تمت في الدراسه دي او كانت اسباب من اسباب المشاكل، ودي الشخصيه من حماتها.
ولكن هي ما وضحتش ابدا ان كان في حما قصدها بالمعنى الصريح كده انها تهد بيت ابنها، يعني ما كانش في كده وجود كبير للفكره دي من الحموات يعني. ولكن ممكن يكونوا موجودين، ولكن دي بتبقى حالات نادره جدا. ولكن طبعا كل الخلافات بتتم بسبب فكره التدخل ده. قالت الدراسه برضو فكره طريفه قوي، هي فكره انه دايما حست انه الستات او زوجه الابن ما بتبقاش حابه ابدا انها يعني تعمل اي ابرام لعقد مصالحه ما بين الحما مثلا او الست دي اللي هي تعتبر مامه جوزها، وكمان بتتقبل او بتترجم كل حاجه بنيه سيئه في التعليقات. طبعا ده ممكن يكون سببه ان اسلوب الكوميونيكيشن بتاع الحما نفسه سيء، ممكن البنت ما تتقبلوش، لو تقبلته من مامتها مش هتقدر تتقبله من ست هي داخله على بيتهم غريبه. طيب دي كده حاجه من الحاجات. حاجه بقى اللي هنعلق عليها كمان هي فكره انه الراجل بيحصل معاه المشاكل بشكل مختلف تماما او بيتم تداركها سريعا بشكل مختلف. ليه؟ اسلوب الكوميونيكيشن عند الراجل بيبقى برضه مختلف او ليه طبيعه مختلف. لما بياخد كلمه من الحما بيستقبلها بشكل معين، وهو ممكن يقلبها بشكل دعابه، شكل طريف، فالدنيا بتعدي كده. بس انا بقى الحقيقه مش ده اللي انا شايفاه، هو الحقيقه احنا بنشوف ان مرات الابن بتتعامل بطريقه مختلفه من الحما عن زوج البنت، لان بعتقد ان الحما لزوج البنت بتبقى حريصه على ان بنتها بيتها يستقر، ما يبقاش فيه قلق، ما فيهوش توتر، فتبقى طول الوقت بتحاول تعامله كده برفق وتعدي له امور وتمام والدنيا اخر حلاوه وتاكل ايه يا ابني على الغدا المره الجاي وحاجات كده. انما على الجانب الاخر بقى بنلاقي ان هي شعورها بالغيره من مرات ابنها بيخليها احيانا تبقى عايزه تثبت وجودها زي ما قلت، وتبقى شايفه مين اللي هيكسب قلب ابنها، هي ولا مرات ابنها. ده رايي الشخصي في الموضوع يعني. لا لا، هو فعلا في اكيد ناس كتيره كده يعني، او في مجموعه من الناس كده، ولكن ما ننساش انه برضو في ساعات بيكون استحواذ من السيدات نفسهم او زوجات الابن نفسهم، طبيعي داخله البيت وعايزه يبقى حب الابن ليها وليها حقوق عليه وبتطالب بحقوقها. ده احنا الاول بس عايزين نستعرض فيديو، الفيديو ده مأساوي جدا وهز الناس كلها يعني. فكرة الفيديو هو ابن كان يعني مامته طلع علشان تزوره هو ومراته تطمن على بنتهم العيانة، وفجأة بقى الابن يعني ومراته واقفين على الباب، طردوا الام بطريقة عنيفة جدا وبشكل مسيء جدا محدش يقبله يعني نهائيا. هنشوف لقطة من الفيديو سريعا علشان تشوفوا مدى المشاكل ممكن توصل لإيه. معنا سوري معلش معنا اتصال. معنا استاذ رجب. استاذ رجب الو. صباح الخير يا فندم عليكم. صباح النور، حضرتك منور. انا بحييكم من اسنا اللوكسور، محافظه اللوكسور يا فندم. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك في فريق اعدادكم وجميع مساء. ممكن حضرتك تقول لنا سؤالك بسرعه؟ سؤالي بسرعه بالنسبه حقوق المراه المطلقه. مهمش خالص خالص، انا عندي ثلاثة اربع اجراني مطلقين لهم سنتين. ولا لاحقين النفقه ولا لاحقين ال 500 جنيه يا فندم اللي جابها لنا فخامه الرئيس ربنا يبارك فيه لجميع المطلقات. ايوه، وفي قصور في الاستاذه في الشؤون. طيب بص حضرتك، هو يعني الامور دي بيبقى فيها عليها خلاف كتير قوي، بالذات النفقه، وببقى مستغربه ان الراجل يعني فاكر ان الموضوع بمنتهى البساطه كده، انا خلاص طلقت الست باولادها بكل ما كانها مش موجوده. وفي كتير قوي من المواضيع دي بتطرح على القانون علشان خاطر تحل المشاكل دي، واحنا بنكلم الابهات ان هم يبقوا رحمين باولادهم، يعني خلاص انت قصتك خلصت مع المدام، خلاص يعني ننهيها بسلام ونركز في الولاد عشان خاطر حتى يطلعوا اسوياء في المجتمع، وان شاء الله الامور دي تتحل بسلاسه بامر الله.
طيب احنا يعني بقول ان ممكن برضو يعني نعمل حلقة مخصوص لأمور المطلقات دي لأنها موضوع فعلا. مهم جدا. وتعالوا بقى نطلع نشوف الفيديو ونعلق عليه بعد الفيديو أو بعد المشاهدة. يرضي مين ده؟ طلع على ايه؟ طلع على ايه يا اختي؟ هتعمل ايه لأمان؟ يلا تقعد معاها، تقعد معاها جاي، تقعد معاها فين؟ ايه ديك شريرة وحلوة، هتقعد معاها توزيها، هترجع تجيبلها الجرة، هتدخليك، هتعمل متصل بالتليفون، هتعمل اي مصلحة. وهي أماني هنا أساسا عشان تطلع لأماني؟ ده فطس ابن وشخة ده 100 100 دي والله، والله 100 100. أماني مش هنا، راح أشوف خالها قالوا دي طلع لي فوق زي البهلولة. طب انزلي يا أختي، يلا انزلي ازحفي يا حلو، أحسن ما نغسل السلم، امسحي لنا السلم يلا. والمشكلة إحنا اللي هنغسل الهدوم تاني، يعني شوف هي رطبة ولا رطبانة؟ أهو هتوسخ الهدوم وخد الهدوم وغسلوها. طب ارحمينا بقى من أي حاجة. اغسلي لنا يلا السلالم، اغسلي، اكحتي اكحتي يلا، وهاتي الجلابيه عشان نغسلها لك، يعني قرفتينا برضك ما فيش فايده. يلا نتي هو حبت قوي، خليها قاعده على السرير. شوفوا يا اولاد، دي ام عاقه، ديت ام عاقه، مش الولد يبقى هو العاقه لوالديه، هي الام العاقه دي تجرفنا بس. كفايه يا حاج، رد على الناس اللي بيقولوا بيهن امه وبيهن. هو اللي مربيني والله، وقعد معاه هو اللي مربيني ومشربني. الفيديو زي ما احنا شفنا كده بيوصل رساله ان الاولاد برضو بيبقى ليهم دور في ان هم يتعاملوا مع الحما او الام، سواء بانها تشارك في انها تتدخل بزياده في حياتهم او بانها تتهمش وتتعامل معامله سيئه. يعني حتى لو شفنا هنلاقي ان ابنها هو اللي بيشارك في ان هو يطردها، مع ان هي الست يعني جايه تعمل خير، جايه تطمن عليهم مش اكتر، مش طالبه منهم حاجه. فيعني المطلوب التوازن في التعامل، يعني لا انت تخلي الام تتدخل بزياده في حياتك ولا تخلي انك انت تعاملها بهذا السوء قدام مرات ابنها. فبالتالي هي ست غريبه، شيء طبيعي هتتعامل بنفس المنطق اللي انت بتتعامل بيه. فيعني رفقا بالامهات، هي برضو في الاول والاخر ام. انت رايك ايه؟ طبعا الفيديو مؤثر جدا، والراجل يعني اللي في الفيديو هو ومراته خدوا كميه شتايم على السوشيال ميديا ما حدش خدها قبل كده. ف يعني الموضوع ده مش هينفع الواحد يعلق عليه غير بانه حاجه من احقر الحاجات اللي ممكن تحصل في الدنيا. واكيد هم لو ليهم اولاد وشافوا المنظر ده هيعملوا فيهم كده، ويعني موقف صعب جدا. انا شايفه بقى يعني انه في على النقيض شخصيه تانية للاسف يعني توفى حزنا على والدته، والشخصيه دي كانت متواجده في المستشفى والدته وهو، والاثنين بيمثلوا نموذج حلو قوي لمراعاه الاهل في كبر السن. خدها وخلاها تبقى عنده في البيت عشان يمرضها، وبالتالي يعني اول ما شافها تعبانه ومريضه للاسف يعني للاسف ما استحملش الصدمه لما عرف انها ممكن خلاص انها تتوفى، وهو مات قبلها حزنا عليها. وبعد كده هي على طول شافت المنظر دي، توفت هي كمان، ودي برضو واحدة من المآسي الصعبة جدا اللي شفناها الفترة اللي فاتت. القصد انه في ساعات زوجة او زوج بيعين مراته او هي بتعين زوجها على انها تراعي اهلها او تبر الوالدين، ودي حاجة من الحاجات برضو المهمة قوي لازم نحطها في الاعتبار. بس احنا بقى عايزين نحط حلول للموضوع. والله هو في حلول للموضوع ده. اول حاجه انا بتخيلها ان الفكره بتاعت ازاي نتعامل بذكاء. يعني مثلا لو داخله انت معاها في حوار، رجاء يعني تحاولي زي انا مثلا مسافره الاقصر واسوان الاسبوع الجاي، وهي لازم تبقى اول واحده تعرف، فهتقولي لها انك انت رايحه
فعلا الاقصر واسوان، وتروحي سايبه لها يعني ايه حاجه كده تنقي ما بينهم. طنط تحبي نسافر مثلا بالقطر ولا بالطياره؟ فهي هتقول لك مثلا بالقطر، هي دماغها هتروح بقى تبعد خالص عن الفكره انها انت تسافري او ما تسافريش. فانت مش عاجبك القطر، تمام، حلو قوي، وانت مصممه وحجزتوا الطياره اوريدي، فهتقول لها بصي بصي يا طنط فعلا كلامك جميل، انا نفسي اجرب قطر النوم قوي بصراحه، بس معلش يعني عشان خاطر فتره الكورونا وما نفضلش فتره طويله في المواصلات وكده والولاد صغيرين هيبهدلوا الدنيا، فاحنا المره دي هنروح بالطياره والمره الجايه ان شاء الله نجرب الفكره بتاعت القطر دي يا طنط. طبعا دي بقى يعني اهم حاجه في الحاجات اللي بنقولها بخصوص الكوميونيكيشن، واختيار كده طريقه ان احنا ندخل لها ازاي والكلام ده كله. في حل برضو تاني حلو جدا، وهو ان احنا ناخد بالنا من فكره ان احنا ما نواجهش الناس اللي احنا عايزين نحافظ على علاقتنا بيهم في العموم، حتى مش بس حمايتك، نبعد شويه عن فكره المواجهه، نلاقي دخله تانية او طريقه تانية ان احنا ما نعملش الكلاش الجامد ده، لانه في الاخر بنبقى خسرانين فيه خسرانين. المواجهه بتولد طاقه سلبيه بشعه جدا، بتخلي الحاجه الغضب اللي عندك الموجود ممكن يكون وقتي، مش ضروري ابدا الغضب ده يكون بيعكس شخصيتك فعلا، ممكن تكون شخصيتك كويسه جدا وهي كمان الحما شخصيتها كويسه جدا، ولكن مواجهتكم لبعض في لحظه الغضب بيدي عنك وعنها انطباع سيء قوي ممكن يستمر مدى الحياة. فده كده واحد من الحلول، في يعني حلول كتيرة قوي وكلام كتير جدا، وكنت عايزة اقول كمان تعليقات ناس كتبتها على الفيسبوك، بس وعد ان شاء الله ان احنا نستكمل كل الحاجات دي في حلقات تانية، لسه موضوعات كتير، وباذن الله نشوفكم على خير، ونتمنى احنا عايزين نختم سلام لكل الحماويت، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه بامر الله في موضوع جديد وبرنامج شيت شات ستات ان شاء الله الجمعه الجايه. يومكم سعيد.